مستر بطرس غالي انت حرامي وعليك من الانتربول عايزك عليك ريد وارنت فروم ذا انتربول ذات يو نيد تو بي ارستد اوكي انت حرامي وانت عارف ان انت حرامي كلم البوليس انت بلد بالقوانين عشان كده لازم الناس تعرف واللي حصل لك قبل كده وهربان من مصر وعايش هنا بفلوسنا انت عليك وارنت من الانتربول ان انت لازم تبقى ارستد معفن ولا انت اللي سرقت فلوس البلد وقتلت الناس في مصر انا عايش هنا بكرامتي واخد بالك انت اللي سرقت فلوسنا وجاي هنا اجري اجري انت عمال تجري مني بقالك خمس دقايق يا بابا اجري ما انت جبان ما انت جبان حبس كلمهم ورقم عربية ورا تعالى صورني عشان تاخده طب بتجري ليه تعالى تعالى عند العربية كلمهم وارجع انت عم بقى ايه انت ايديك ملوثة بدم الشعب المصري مخي سايب ده انت جبان جدا انت بتهجم عليا كمان اشتم اشتم عشان لما نكلم البوليس يلا private property ارجع ارجع عند العربية انت بتمثل انت ما بتكلمش حد اساسا ارجع